يعد مشروب الكرفس واحد من العصائر الحيوية، وذلك لأنه مشروب غني بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات، مما يساعد على استرخاء الأعصاب وإنقاص الوزن وتعزيز صحة الجسم بشكل عام. وفي هذا الفيديو سوف نتعرف إياكم على أهم فوائده الصحية عند شربه على الريق. أوجدت دراسات أن شرب عصير الكرفس على الريق يساعد على تطهير الكبد، وقد أظهرت دراسة أيضا أنه يعيق تراكم الدهون في الكبد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العناصر الغذائية الموجودة في الكرفس وخاصة الأنزيمات تساعد على منع تراكم الدهون في الكبد وكذلك التخلص من السموم، وإذا تم تناوله على الريق فإنه يكون أكثر فاعلية. يساعد شرب عصير الكرفس على الريق في حدوث تأثيرات فعالة على الدهون الضارة التي تسمى البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة. وعند شرب عصير الكرفس على الريق يتم خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد. أظهرت العديد من الأبحاث أن الكرفس يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والعديد من العناصر الغذائية التي تساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم. ويضمن شرب عصير الكرفس على الريق تدفقا سلسا للكالسيوم والبوتاسيوم في الخلايا، ويساعد التدفق المستمر للأوية الدموية على التمدد والتقلص بسهولة. وتبوت أن شرب عصير الكرفس على الريق يمنع الشرايين من التراكم الدهني ويسيطر على ضغط الدم بشكل كبير. عند شرب عصير الكرفس على الريق بانتظام فإنه يساعد على زيادة الدورة الدموية في الأمعاء، وتعمل الدورة الدموية المنتظمة على تحسين الجهاز الهضمي بشكل تدريجي، ويعمل عصير الكرفس كمدير طبيعي للبول وملين يساعد على الهضم ويحسن عمل الأمعاء ويجعلها تعمل بسلاسة أكثر، مما يقلل الإمساك والانتفاخ والغازات. يحتوي الكرفس الأخضر على 12 مركبا مضادة للالتهابات، وتساعد هذه العناصر المضادة للالتهابات في تقليل نقرس وآلام والتهاب المفاصل، كما تعمل هذه المركبات أيضا على إرخاء الجهاز العصبي. يعد عصير الكرفس غني بالخصائص المضادة للبكتيريا التي تحارب الالتهابات وتعزز جهاز المناعة في الجسم بشكل طبيعي، ويساعد شرب عصير الكرفس على الريق في الحفاظ على الجهاز الهضمي والأعضاء التناسلية خالية من الالتهابات البكتيرية. كما يتخلص عصير الكرفس من حمض الأوليك ويساعد على إنتاج البول، كما أنه يمنع التهابات الكلى والمثانة والتهاب المسالك البولية. الارتجاع الحمضي من المشاكل المزعجة والمؤلمة التي يعاني منها البعض، وللتخلص من الارتجاع الحمضي والقرحة يمكن إضافة عصير الكرفس إلى النظام الغذائي. تحتوي سقان الكرفس على 95% من الماء، وبالتالي فإنه يساعد على بقاء الجسم رطبا لفترة أطول. كما يمكن أن يساعد شرب عصير الكرفس على الريق يوميا وبانتظام ولفترة طويلة في تحسين وظائف المخ والحفاظ على سلامة الكلى والتحكم في ضغط الدم والحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية. يحتوي عصير الكرفس على نسبة منخفضة من السكر، ويعرف أيضا بأنه من الخضروات المنخفضة في السعرة الحرارية التي تساعد على إنقاص الوزن بشكل كبير. وقد تبين أن شرب عصير الكرفس على الريق يوميا يقلل من دهون البطن بسرعة. قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الكرفس في حماية الخلايا من الجزيئات تسمى الجذور الحرة التي تلعب دورا في أمراض القلب والسرطان وعملية الشيخوخة. وقد وجدت دراسة حديثة أن العديد من المركبات الموجودة في أوراق وبذور الكرفس تعمل كمضادات أكسدة قوية في الجسم، تعمل على تقليل فرص الإصابة بالسرطان.